تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية في اليمن وقيام حكم الجمهورية العربية اليمنية ابتداء من الساعة 5 من ليلة الخميس الموافقة 182 26 من سبتمبر 1962. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم من برنامج براكين سبتمبر. أعزائي المشاهدين، سنكون معكم في هذه الحلقة من مواقع أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. أم أبين لنا فيها أبا أن يرى للقهر فيها ملعبا، كم أبين قبلنا فيها أبا أن يرى للقهر فيها. أعزائي المشاهدين، ونحن الآن هنا في جبهة المخترة، هذه الجبهة التي يسطر فيها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أروع البطولات والتضحيات. لنلتقي هنا بالعقيد يحيى السدرة قائد الجبهة، يطلعنا عن آخر المستجدات ومعنويات أبطال الجيش الوطني الذين يسطرون هذه الملاحم البطولية في هذه الجبهة. فندم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. السلام إن شاء الله. فندم، حدثنا عن آخر مستجداتنا في جبهة المخترة، هذه الجبهة التي يلقن فيها العدو دروس قاسية يوما بعد يوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر فريق التوجيه المعنوي على هذه الزيارة الذي زاروا فيها مواقع الجيش الوطني في هذه الجبهة، ونشكرهم على إتاحة هذه الفرصة لننقل رسائل للقيادة السياسية، وننقل رسائل لأعدائنا الميليشيات الحوثية، وننقل رسالة لأبناء الشعب اليمني قاطبة، خاصة الذين يرضخون لحكم الميليشيات الانقلابية الحوثية. رسالتنا في البداية، نود أن نشكر قيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بالخامة الآخر مشير الركن عبد الرب منصور هادي حفظه الله، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح حفظه الله، وقيادة وزارة الدفاع ممثلة بالوزير الدفاع معالي الفريق الركن محمد علي المقدشي، والفريق الركن الصغير عزيز رئيس هيئة الأركان العامة، وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة ممثلة بالأخ منصور ثوابة قائد المنطقة العسكرية الثالثة. نود أن نطمن الجميع بأن جبهة المخدرة ومقاتليها ثابتين وصامدين، وأن هدفهم ليس هدفهم الدفاع عن هذه الجبهة أو الهدف الدفاع عن مديرية مدغل ومديرية الجدعان بشكل خاص، وإنما هدفنا مواصلة والاستمرار مع أبناء الجيش الوطني كافة لتحرير البلاد من قبضة الميليشيات الإنقلابية الحوثية المدعومة من إيران. فندم، حدثنا عن خسائر الميليشيات الحوثية التي تتكبدها في هذا المواقع وفي هذه الجبهة. والله في هذه الجبهة حقيقة وليس مبالغة، أن الميليشيات الإنقلابية حين نزلت من الجبال وأصبحت في هذه الصحاري أصبحت مصيدة بيد أبناء الجيش الوطني، وكان من السهل اصطيادهم، وما من يوم إلا والميليشيات الحوثية تتكبد خسائر مادية وبشرية يعني بالجملة، وخصوصا في هذه الجبهة، والناس في هذه الجبهة ثابتين ويلقنون العدو دروسا قاسية كل يوم. في خضم هذه المعركة، لو حدثتنا عن معنويات الأبطال وهم يرابطون في هذه الثغور وفي هذه المياه. معنويات الأبطال عالية، وأنتم شفتم بعينكم ونزلتم إلى الميدان وإلى المواقع وعرفتم حقيقة معنويات الأبطال وأنها تناطح السحاب، رغم الظروف التي يمر بها أبناء الجيش الوطني، لكنهم شفتوا معنوياتهم وعرفتوا أنهم مجاهدين بما تعنيه الكلمة من معنى، لا يستسلمون لواقع مرير ولا لأي شيء ولا لأي صعوبات، وإنما أهدافهم أن يحرروا البلاد من الميليشيات الحوثي. فندم، ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها لأبناء الشعب اليمني سواء في الداخل والخارج وهم يتابعون هذه المعركة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أطراف مهند؟ الرسالة التي أنا أوجهها كي يكمل ما بدأت به الحديث، أننا أود أن أرسل عدة رسائل. رسالتي التي أوجهها لأبناء الشعب اليمني عامة، وخصوصا الذين يرضخون في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية، الذين لم يعرفوا بعد حتى هذه اللحظة لم يعرفوا ما هي الأهداف التي نقاتل من أجلها. نحن ندافع عن الدين وعن العقيدة الذي أصبحت الميليشيات الإنقلابية
بدأت أن تحرف الدين وأن تحرف الدين وأن تمارس الدين بالطريقة التي تشاءها وليس بالطريقة التي نزل عليها دين الإسلامي، وأن دافع عن الأرض حتى لا تصبح موطأ قدم لإيران، وأن دافع عن العرض الذي أنتهكه الأعراض وأنتهكت الحرمات الميليشيات الإنقلابية لا تراعي في أي مسلم إلا ولا ذمة، وندافع عن حرية الناس، وندافع عن الجمهورية الذي ضحى بها ضحى من أجلها ومن أجل أن يصلوا من أجل أن يحرروا البلاد من الإمامية البغيضة العهود القديمة، وضحوا بمئات الشهداء وآلاف الشهداء حتى تصل البلاد إلى مرحلة النظام الجمهوري الذي قائم ومستمد دستوره من الشريعة الإسلامية السمحاء، بحيث أن الجميع سواسية، لا فرق بين سيد وبين قبيلي، الناس كلهم سواسية، ضمن لهم النظام الجمهوري الحقوق، وضمن لهم الحريات، وضمن لهم رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. وهذه هي الأهداف التي تمخضت بها ثورة 26 من سبتمبر، الذي هي على يعني على نحن على مقربة من هذه الذكرى، الذي على بعد يعني حول شهر أو شهر وأيام أن احنا نشهد ذكرى 26 من سبتمبر. وهذه الثورة هي ثورة ستظل ثورة الجميع، وسنظل ونحن نريد أن نوصل رسالتنا للجميع أن احنا ندافع عن النظام الجمهوري حتى لا تعود الإمامية وتعيدنا إلى الشعب إلى الوراء، حتى لا تعيد نظام الطبقات ونظام الجهل هي تعمدت تجهيل الشعب، ونحن نكافح هذا من أجل أن يكون الأجيال قادرة الأجيال مسلحة بالعلم حتى أنها تقدر تعيش بحرية والأمان وتسبق إلى المنظمة العالمية. الرسالة التي توجهها للميليشيات الحوثية التي دمرت معاهدة الإنسان، رسالتي أن أوجههم ليس لديهم خيار إلا أن يعودوا رجالة الصواب، وأنهم يعرفوا أن مارب ستظل صخرة حياتي أمامهم، ولن يستطيعوا وليس بمقدورهم أن يدخلوا مارب، وليس هدفنا ولا هدف الجيش الوطني ولا هدف الأحرار أن نحن أن نحافظ على مارب فحسب، وإنما هدفنا أن نطهر اليمن من ميليشيات الإنقلاب الحوثية التي لا تتعايش مع أحد إطلاقا. وأنا في نظري أن الحل مع الميليشيات الحوثية ليس السلام إطلاقا، مع أن أيدينا ممدودة في السلام، نحن نحب السلام، نحن نريد أن نرسل رسالة للجميع أن نحن في هذه الميادين وفي هذه الصحاري خرج البعض من جامعاته، خرج البعض من المدارس من المستشفيات من المهن التي كانوا يمارسون فيها التجار، خرجوا كلهم، ليس هدفنا لا هدفنا ليس حبا للقتل وسفك الدماء، وإنما إحنا مجبورين على هذا الكلام كي ندافع عن الدين وعن العقيدة وعن الأرض وعن العرض، وأننا سنواصل القتال، وليس لهم خيار إلا أن يرجعوا إلى عادة الصواب أو أن يموتوا. ممكن أحيانا الضخم العراقي الذي يدعو جد تجعل بعض الناس في مناطق سيطرتها يشك أن مارب هذه لن تستطيع الصمود أمام هذه الميليشيات، لكن أنتم وأنتم في الميدان كيف تجدوا الميليشيات الحوثية؟ والله الميليشيات الحوثية أضعف مما تتصور، حيث أنها في هذه الأيام وفي السنوات الأخيرة تزج بكم كبير من البشر وأغلبهم من الأطفال، وهنا فرصة هنا أن نوجه رسالة لأبناء الآباء، آباء الأطفال أن يرحموا أولادهم وأن يجلبوهم إلى المدارس، خصوصا وأن أيام الدراسة العوام الدراسية قادمة، وأن لا يستجيبوا للميليشيات الإنقلابية حيث هي تزج بهم إلى محارق الموت. فالمعركة لا تفرق بين صغير وكبير، نحن مجبرين أن نقاتل ومجبرين، والحرب والمعارك والرصاص وقذائف المدفعيات لا تفرق بين أن هذا طفل أو هذا شاب أو هذا عجوز، وإنما من دخل أرض المعركة بالتالي سيكون مصيرها الهلاك. ولهذا نصيحة أن احنا نوجهها للآباء أن يرحموا أطفالهم وأن يسحبوهم من أيدي الميليشيات الإنقلابية ويعودوا بهم إلى المدارس، وهم خسران في هذه الدرجة. أما بالنسبة للمارب والطخ الإعلامي الذي تبثه القنوات الإعلامية التابعة للحوثيين، فهذا الكلام يعني فما تبثه هو مجرد إعلام، مجرد أنها تحاول بالبث الإعلامي توهم الناس الذي في مناطق سيطرتهم أن الأمور سهلة وأن تم السيطرة على مارب ولم يبقى بأيديكم إلا أنكم تدفعوا بأبنائكم أنهم يساعدوا يعني يساندون
في تأمين المنشآت وتأمين الأبراج الكهرباء وتأمين المنشآت النفطية، وسيعود عليهم بالربح وكذا وكذا، وهذه كلها أوهام خيالية لن يصلوا إليها بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. فندم، بما أنك ذكرت الأطفال، أحيانا نسمع أخبار أثناء ما تحاول الميليشيات الحوثية تهجم على أحد مواقع الجيش الوطني تحدث اشتباكات فيما بينهم، هل حدثت من هذا مثل هذه المواقف هنا في جبهة المغدرة، أو عندكم معلومات أو تفاصيل أخرى توضحوها لإخواننا المشاهدين من أبناء الشعب اليمني ومن غيره حول ما يدور داخل الميليشيات الحوثية؟ حقيقة في الآونة الأخيرة شهدت الجبهات، مختلف الجبهات وليس جبهة المغدرة فحسب، يعني كثيرا ما نسمع اشتباكات عنيفة في داخل المواقع، وهذا دلالة على أن في خلافات بتحصل في صفوفهم وفي انهيارات وفي يعني، وهذا دلالة على أنه مجرد الكم البشري الذي يصل من المحافظات، من محافظات صنعاء وغيرها إلى الجبهات، يرى ما كان غير ما كان يتصوره أو ما كانوا يبثوه له ويدعوا به أنه أنك ستنزل تأمن منشآت وتنزل إلى مدينة مأرب في الوقت الذي يصل به ويدفعوا به إلى محل الموت إلى المواقع الأمامية، وبالتالي تصبح الأمور غير، وبالتالي يرجعوا يتقاتلوا فيما بينهم. كلمة أخيرة تحب تقولها فندم في هذا اللقاء؟ كلمة أخيرة أننا أدعو أخواننا من الذين يعني لا زالت ضمائرهم حية في المناطق التي سيطر عليها الميليشيات الانقلابية، أن ينضموا إلى الجيش الوطني ليحرروا البلاد من الميليشيات الحوثية، لينعموا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل دولة يتعايش فيها الجميع ويعيشوا فيها بأمن وسلام ورخاء بإذن الله. كم أبيض قبلنا فيها أبا أن يرى للقهر فيها مرحبا، فإذا ما البغي فيها طالبا بيئة في الظل لا قلابا، فإذا ما البغي فيها طالبا بيئة في الظل. نحن الآن في منطقة العرقين، هذه المنطقة التي حدثت فيها أعمال تخريبية، ولكن أبطال الجيش الوطني وأبناء قبيلة عبيدة المرابطون والمتواجدون في هذه المنطقة كان لهم الدور البارز والحاسم في قطع دابر هؤلاء المخربين، والذين ردوهم على أعقابهم خاسرين ولقنوهم دروسا قاسية لن ينسوها. إذن أعزائي المشاهدين، سننتقل وإياكم إلى هؤلاء الأبطال لينقلوا لنا آخر المستجدات ومعنوياتهم وهم يؤمنون هذا الخط الدولي، فابقوا معنا. يا بسالات الفداء، يا بسالات الفداء، إننا شعب فداء أحلامنا نبتت فوق حضور الشهداء. يا جلالات العطاء، يا جلالات العطاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أحوالكم؟ الحمد لله، كيف أنتم؟ حياكم الله. ما هي الرسالة التي تحب توجهها لأعزائنا المشاهدين وأنتم من أبناء هذه المنطقة، وادي عبيدة، هذه المنطقة التي تعتبر من أعرق القبائل اليمنية هي وادي عبيدة، وأنتم الآن ترابطون مع أبطال الجيش الوطني، وأنتم كونكم من أبناء المنطقة، ما هي الرسالة التي تحب توجهونها إلى الميليشيات الحوثية، إلى الأدوات المأجورة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار هذه المحافظة أو تقوم بأعمال تخريبية في الخط الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. نحن هنا في المنطقة هذه، وإحنا جينا هنا نتواجد في المنطقة هذه لأجل الدفاع عن الوطن وعن البلاد ومن المخربين ومن المتقطعين ومن الحوثي ودوافعه الذي يدفعون، أحيانا يدفعونهم وجود بالخط، أحيانا يدفعونهم يرمون النقاط، أحيانا يدفعونهم يتقطعون يأخذون السبيل المساكين ونحن نشوف نتواجد في المنطقة هذه ضد من هو يبغى التخريب، من يبغى يخرب البلاد فإحنا ضده، أو مدفوع من أيادي خارجية فإحنا ضده، أو مدفوع من حوثي إحنا ضده، أو مخرب فإحنا ضده، وإحنا نصر على الكلام هذا، مش ممكن تنازل ولا نوسع لأي مخرب يجينا من أي بلد. يجب علينا
أن نحارب كل فاسد وكل متقطع، لأنهم إيش؟ مسيرين وليس مخيرين، تتبع ما يدي خارجية. ثانيا نترحم على شهيدنا القائد البطل العميد عبد الواحد دوكر الحداد رحمه الله وجميع الشهداء من سبقوه. ثالثا نقول ايش، نوجه رسالة لكل لكل يعني يريد ان يعطل الطريق او يقطع الطريق مسبلة، فاحنا ايش ضد اي متقطع. اي واحد له مطالب شرعية يجي بطريقة شرعية، يعني متقطع يعني جاء ناس متقطعين يعني بدون اي سبب، بدون يعني لهم اي مطالب شرعية، فهذا ايش ما لهم الا القتال حتى ايش حتى يتدع، لانهم ايش ناس مخيرين وليس مسيرين. ويريدون ايش، نحن الان دفاع عن ارضنا وعرضنا وديننا ولا تدين على احد، وانما هم المعتدين. وهذا كله ايش طريق عن دفاع عن الطريق مسبله عن الناس المساكين الذين يجون من ارض يعني من دول يريدون يعني منهم احتياجاتهم ويريدون اهلهم يريدون لا، ويحسون ان في ناس متقطعين يقطعون عليهم الطريق. والله في قصه واحد قال لي، في واحد صاحب قاطره يعني في القطاع الاول وقف يشتي يجلس، يعني جات له من هذه حق الارض هذه الحيه ولدغته وراح انتهى، بصوا الى اهله جت ايش حامده. هذا تعتبر ايش؟ يعتبر في ذممنا وذممنا للجهات العليا كلها، فنرفع الجهات العليا ان اي واحد متسول يعني تسول نفسه من الاشخاص هذول اللي محصورين اسمائهم معروفه اسمائهم ان ايش؟ ان يسولهم بيد ايش؟ من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، اما بعد نحن في هذه المواقع نأمن الخط الدولي ومن المخربين ومن قطاع الطرق ومن جميع اي واحد من دس او عميل او يحاول ان يمس الخط الدولي او يقطع الطريق السالكة، نحن له بالمرصاد ونحن جاهزين ان نوجه الرسالة ان كل اي مواطن يقع عين للدولة ويبلغ باي واحد يخل الامن والاستقرار. مشكورين على هذه الجهود التي تقومون بها في حفظ وامن في حفظ امن واستقرار هذا الوطن وفي حراسة هؤلاء المسافرين الذين يعبرون من هذا الخط الدولي الرابط بين اليمن والخارج. الف الف شكر. يا بسالات الفدائي، يا بسالات الفدائي، إننا شعب فداء أحلامنا نبتت فوق قبور الشهداء. يا جلالات العطايا، يا جلالات. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة، فإلى ذلكم الموعد، دمتم في رعاية الله.